مازالوا المرار كي يهضروا، يعني انا الناس هذو عيوا لي الباتري، انا اللي مخلوع اليوم. يعني راه كاين ازمه تاع الغذاء في المروك وما يغيظونيش، وانا ان شاء الله انا نقول لكم ان شاء الله ما يروحش محمد السادس، وان شاء الله ما يموت باش يعذبهم مليح في الارض، لانه هذا الشعب كما تكون يولى عليكم. وكان جاء فيهم الخير ربي يبعث لهم واحد اللي فيه الخير، لكن هما أشرار وقلال الخير ورست الكلاب وزريعة القردة والخنازير كما قال لهم هذاك. واتصل بيا واحد الشخص عنده واحد اليومين، قال لي علاه ما تدافعوش على المعارضة؟ يا أخي احنا ما ندافعوش على الخائن حتى وإذا كان عدو تاعي. أنا المروك ما نحبوش، وهذاك اللي راهو في الخارج يتكلم ويسب ويقول ويخرج ما نحبوش، الله يسهل عليه. هذا بلاده وخانها، كيفاش انت ما يخونكش وما ندافعش عليه امر ما يخصنيش؟ لانه هذا لو كان يتصلوا به ويعطوا مبلغ مالي ويقولوا له تصور الوضعيه تاعك كيما داروا لهذاك الحاجب. المهم هضرت على هذا الامر، بومبارداوني انا بعض الناس، قال لي كيفاش ما تهضروش على السيسي يا اخي يا جماعه، الجزائر معروفه واحنا ما نعيطوش للي مانيفيستاسيون والحراك وهذه الامور، مكه ادرى بشعابها، وهي السيسي لو كان غير يقتلهم كاع دوك الخوارج، يعني سيديك هو مع معوج معوج، وما بالك يدخل بهم للجنة، وبالك وين على بالنا. دونك انا ما نوقفش مع لي فرير مسلمون، وما نوقفش مع الصهاينين اللي راهم مدسين لتما، تحبوا ما تحبوش الله يسهل عليه، هذيك بلاد والتيجر، احنا ما نعيطوش للتدخل وهم خطفوا العباد، وهذه خدمة زيطوط وخدمة البلاطية وهاد الناس المرتزقة اللي راهم يديروا في القوالب، هذا بهم تشعل بارتو. قال لك كي تشعل في مصر ومن بعد تلحق للدزاير، كي تكون شارب جاك دانيال ومخلط بالزنجبيل وبالقوالب تولي دير في هاد لي راكورسي. مي حنا ماشي ك نختلفوا معاه بزاف، او ما نختلفوا معاهم حنا المصريين، بصح ما نعيطوش للناس باش يراه يتقاتلوا حنا، ومن بعد حنا شكون مسؤول على الدماء هذو؟ دونك حنا ما نعيطوش لهاد الامور تيجر. أنا قلتها في أكثر من مرة، الله يسهل عليه، يحب يقتل شعبه الله يسهل عليه. الناس اللي راهم يقولوا بشار الأسد قتل شعبه، احنا كاش نهار قلنا احنا ما نعرفوش وش صاري في البلاد هذه، مع انه تعرضوا للخيانات. وهذو الناس وهذو هذا نتاج نتاع العمالة، كل دولة تحط يدها في يد الكيان الصهيوني هذه النتيجة. والناس اللي راهي تتكلم وتقول كذا ما كاش، الجزائر يعني دولة نافذة في المنطقة. اليوم رانا نحكيو في أمور اللي الناس يعني المصريين مشهورين بالسينما، المصريين عندهم بلاد سينما، قتلوا 12 صهيوني في 71 في الزعفران، وكاين يعني رادار في الزعفران، يعني العالم كله سمع باللي داروا أطنطا، لأنه يعرفوا الإعلام، لأنه عندهم جهاز إعلام. غدوة لو كان يحبوا يطلعوا أي إنسان يطلعوه، لأنهم عندهم آلة إعلامية. هذا هو الإشكال، إحنا ما عندناش جهاز إعلام في الجزائر متطور، عندنا كفاءات لكن التعتيم الإعلامي هو اللي هلك، لأنه غدوة نفتحوا 200 قناة ونحكيوا على الأمور الإيجابية في بلادنا، ما نعم، نقعدوش أنا واحد ومنها كنهمو. زيادة الأجور، حتى ولو خرجوا بعض الأبواق الناعقة، منهم المستكلف بالمشاكل في اليوتيوب القزديرة هذاك، رفع الأجور هي نورمالمون تكون بون نوفال بور لي زالجيريان، حتى ولو يقولوا لكم قال لكم بنزديرة باللي شغل كي زادوا لكم في الشهرية وكلش زاد شغل كيف كيف، هذا إنسان معوق ذهنيا، والناس اللي راهم يخلصوا فيه ولا يقولوا له هدر 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 كيف كيف. وش رأيك في الأمر هذا تيجر؟ انا نتحداه بنستيراه، ملي جا تبون يعطينا ماده واحده طلعت في السعر، زادوا في التريسيتي على السنتين، يعني من الكوفيد لهنا ما زادوش في التريسيتي، زادوا في ليسونس، ونظن انه زادوا نسبه قليله جدا. مع هذا وكي نقارنوا يعني السعر تاع البنزين في الجزائر بدول واحد اخرى، لا مجال للمقارنه، نهضروا على المواد واسعه الاستهلاك.
ما كاين ولا مادة، ما كاين ولا دولة عربية خفضت الأسعار، البيدون تاع الزيت نتاع المحروسة راهو يدير 52 ألف 53 ألف بروموسيون زيت، ما كاين ولا حاجة زادوا لها في الأسعار، ما زادوش. الخضرة في المتناول، الناس كاع راهي تشري الخضرة، الناس اليوم راهي تنيكوسي باش تخفض، راهم يتفاهموا كيفاش حتى السعر تاع اللحم ويهبطوها في السعر. الله غالب ما عندناش، يعني الحظيرة نتاعنا ما راهيش قال متنوع، لكن ما عندناش القدر الكافي اللي يعني نقدروا نديروا منافسة، ما تقدرش، لأنه هذه تركة نتاع 20 سنة تاع العصاب. اليوم كاين قوانين، يعني حتى في وزارة الفلاحة كاين ناس صحيح، بتشتغل. هو هذا الحمار هذا المعوق دينين، كيف فهم هذه الفهمة هذه؟ شوف كاين ناس كانوا يتقاضوا 3000 دينار جزائري، 3000 طلعوها له للمليون، يعني كاين اللي عنده مرض ما يقدرش يخدم وصغير في السن، يعطيوا كانوا يعطولهم في وقت العصابة 3 مليون دينار، هي راح تطلع لهم للمليون. منحة البطالة كانت 13 ألف، رايحة يعني تنقسم على ثلاث أصناف، لأنه اليوم كاين واحد ما قراش يدي 1300، وواحد عنده دكتوراه يخلص 1300، وهذا خالد ها مستدرك الخطأ، ورايحين يقسموها ضمن أنه يعني الناس اللي خريجين الجامعات وعندهم مستوى عالي رايحين يديو أكثر من الناس اللي عندهم مستوى اللي متخرج من مركز تكوين، وهذه حاجة طبيعية باش أنا شو نقولوا الفوارق. لكن ما تقدرش أنت إنسان اللي درس صحافة 5 سنين و6 سنين في الجامعات تعطيه 1300، وواحد اللي قرا سودور مع أنه السودور هي خدمة يعني شريفة ومحترمة يخلص 1300. دونك راح ما كاش ما شفت، ولي لي دولة عربية نتحداهم، رفعت يعني رايحة تخفض في سن التقاعد وزادت يعني في المنحة تاع التقاعد. والمنحة تاع البطالة الناس ديها بالك سهلة، كي تجملها راه مبلغ ضخم، ولكن الناس هادو حبوا يفهموكم بلي شغل الدولة ورئيس الجمهورية على رأسها، نحيوه بالمناسبة، شغل كي زاد للأجور شغل ما دار والو. هادي فهمت المعوق ذهنيا هذاك، باسكو يلبس فيستا شابة عن بالو شغل هو شباب، ولا لبس قمجة فلور، دونك بانت له بلي هو يفهم في الايكونومي ويفهم في الامور هذه. هو لا، هو اللي قال له هضر لي ما عندهمش شكون يهضر في بلاصتو، باسكو هذاك واش كاين، دونك لازم يهضر هاد الهضره. مي هادي سي فو، حاجه ما زادت التيجر. يا أخي والله الرئيس من وقت بومدين يعني ربي يرحمه، رئيس اللي كانت عنده الشجاعة، بون ما نحكيوش على شادلي وزروال، لأنه كانت أزمة أسعار تاع البترول انخفض الوحدة الأسعار ولا يتسحب ولا باطل يعني ولا الماء غالي على البترول، لكن والله الرئيس اللي رفع الضرائب على محدودي الدخل، ما كاش اليوم ما كاش ضرائب، جا الكوفيد سيد غالق ويخلصوه، الحفاف يخلصوه، التاكسير يخلصوه، كاين الناس يعني يسالوا لهم دراهم، يعني اجلوا لهم يعني حتى ليزيشيونس تاع الكريدي تاعهم ولغاوهم منهم، قالوا لهم ما تخلصوش دوكا حتى يفتحوا البنك، ما كاش يعني اي دوله تتعامل بهذه الطريقه، ما كاش. مع اني ضد هذه الامور صراحه، لانه الشعب الجزائري هو حاسب ويحاسبوا، وانا الحاجه اللي كرشني او ما يخلصش التريسيتي سارقها من الكونتور، حوس يعيش باطل كي يهضر بعيوك حق تاع البترول، ومن بعد يلقى حفرة في الطريق يقول لك شوف سرقوا الدراهم، ما كاش احنا ما نخلصوش الماكس، ما نخلصوش الضرائب، ما نخلصوش، الناس قاعدة تتهرب، الناس تبيض الأموال، الناس ما تزكيش. نعم، ولكن باش بالك نفتحوا قوس خفيف هكذايا، اتضح الامر تاع البيض، التصاور تاع الناس بشكون اللي كان تما. جماعة الحراك، جماعة الحراك، الناس اللي كانت تسب في الناس وتقول لهم هذا المبردعين بصبع الأزرق، هما نفس الأشخاص اللي خرجوا يتكلموا عن الوالي تاع وهران، لأنه احنا قلنا من الأول، قلنا باللي هذا الوالي كي دار حاجة ماشي مليحة، قلنا باللي يودي خطأ، بصح أنا ما نسبش مسؤول، ماشي نخاف منه، خاف من ربي، لا ما خاف من حتى واحد، لكن مسؤول راهو يخدم
في وهران كاين ناس يسكنوا في وهران، انا ما كاين حتى واحد اللي فوضني باش نتكلم في بلاصة السكان تاع وهران. كاين ناس في وهران انا ما نلحقهمش لا في الطول ولا في العرض، لكن النهار اللي خرج وقال كي يتكلم اي 8 قالات احنا نسكتو، انا ما عجبتنيش خرجت ليت بدل وتاعي وقلت رايي انا الشخصي مليح ولا مش مليح. لكن كي شفت يعني القالب هذا تاع مول البيض حتى هو غلط الوالي يا سيدي، ما هيش طريقة، وقلنا باللي الطريقة هذه ما هيش تاع مسؤول اللي يمثل الجزائر الجديدة، لكن يخرجوا ناس ومعروفين ورصدوهم الشرفاء. شكون الناس هذو؟ ناس مأجورين، الناس اللي كانوا يقولوا ما تفوطيوش. دونك انت ما عندكش الحق حتى باش توري لنا الفاتشة تاعك. ومن بعد الدارك الوالي اتصل بالسيد وقال له يا ودي كنت مقلق وعادي جدا، يعني هذه تصرى بين زوج خوا في الدار وتصرى، واعتذر منه شخصيا ماشي بالضروره يخرج يدير ندوه صحفيه. انت شكون انت باش يخرج الوالي يدير لك ندوه صحفيه ويقول لك انا اتعذرت من الاخر؟ ما نحبوش احنا هذه الممارسات. كاين سلطه في الجزائر وكاين قانون وكاين ناس يعني اللي هما يستكلفوا بالامر هذا. وزير الداخليه يعني يتصل به وقال يا ودي الشيء اللي درتوه غلط، ما نوليش انا وزير الداخليه ولا رئيس جمهوريه ولا مدير جهاز الامن ولا ونقول باللي الوالي ونورمالمون يلبس بيجاما وما يرقدش بالعبادك ماشي لا شويه. ولكن كي عجنوا هاد العجينة وخرج السيد قال لهم ما تهضروش باسمي. وكي خرج السيد قال ما تتاجروش بالقضيه تاعي، واش قال لك؟ قال لك راهم هدوه، قال لك راهم يناصوه وقالوا له لازم تهضر كيما داروا مع الحكايه تاع بابا جمال بن اسماعيل ربي يرحمه. والسيد بابا جمال بن اسماعيل ما حبش الفتنه وقال لكم ما تهضروش باسمي، انا نعرف كيفاش نجيب حقي. اليوم في المحكمه بابا جمال بن اسماعيل رفض باش يسمح، لانه مالين هذا الناس جاوا طلبوا منه قال لهم ما نسمحش. وليدك دار حاجه اللي نوضت الفتنه في البلاد ما نسمحلوش، اوتونك الجيريان ماشي اوتونك انا بابا جمال بن اسماعيل. انا ايه هاني يعني طرف في القضيه، انا ضحيه بصح انا ما تجيش تقول لي يا ودي اسمح له ودراري وغلطوا وكذا. وانا نطلب من هذا المنبر تسليط اقصى عقوبة للناس هذا. نعم، والخبر اللي قلناه لفرحة ماني اللي كان باين بالمؤبد خرج يبكي. ماشي غير فرحة مهني، أنا نظن أنه فرحة مهني يعني العقوبة اللي تتلائم مع الخيانة والعمالة تاع هذا الخاين هي الإعدام، ماشي المؤبد. المؤبد نعم تقيل صح، عليه. الإعدام كان بروبليم جريديك. Les pays soi-disant évolués, européens, occidentaux, pardon, les fahmin ou les sachant, mais mix tradi وش واحد البلاد تطبق لا بين دو مور. يعني تقدر تطبق لا بين دو مور باسكو الجزائر تطبق لا بين دو مور، كاين لا لوا برك مجمدة يعني ما يطبقوهاش. مي لو كان غدوة يرفدو الشرفاء قال طبق طبق موجود القانون. مي هما ما يبعتوش ناس البلدان فيهم زعما سو ديزون كونداني امور. الو تشوفوا لا تارتيفري تاع اسانج يريسك لا كونداناسيون امور اوز ايتازوني. دونك سي بور سا كو سي كومبليكي. مي كي تعطيه بالمؤبد، المؤبد سي با كونداني امور. وعلى كل حال هذاك تعميش ناقة. مهم يعني كاين امور قاعده تصرى من ناحيه يعني حتى في التكييف تاع القضايا. تكلمنا انا وياك لافرونشي في هذا الجانب على سيدهم السعيد 10 سنين، انا نظن 10 سنين قليله يعني صراحه، لكن كي يشوفوا السن تاع السيد هذا 10 سنين راح يخرج في الشركات. ايه كما قصرنا قبيل، هي توا لو تبان للناس انا شخصيتي على بالكم بلي انا كافر بالغاشي هادو كاع، ولكن في ميزان القانون انسان اللي كبير وعنده امراض مزمنة ويعني ماشي قال يصوتي وكدايا. دونك لا كوندوناسيون تاعو تكون بروبورسيونيل
شغل لا كوندوناسيون تاعو، لو كان واحد في عمره 25 سنة يضربوه ب 30 سنة. مي المهم هو ديجا دخل وين قال انا ما ندخلش، والاملاك تاعو كاع سيزي به بولادو، وامر بالقبض لوليدو اللي راه مخبي في فرنسا. من ظن انه حتى ولو تبان للناس خفيفه، نظن تيجر وش عنده هو كاع 10 سنين، راه يشغل 100 سنه. هو لو كان ضربوه بعام وتضرب، لأنه إنسان كبير في السجن دي يحس لها مليح، يعني وفانت كارير، يعني واحد يدخل صغير في السن وواحد يدخل في عمره 80 سنة ولا 85 سنة مش كيف كيف. لكن الناس اللي راهي تتكلم وتقول اسمحوا لهم ويموتوا في ديارهم، ما نسمحلوش. يعني انت شكون انت باش تتكلم باسمي؟ يوما نسمحش، كاين قانون يطبق على الجميع. الناس اللي ظلمتوهم، الناس اللي همشتوهم، نعم الناس اللي درتو عليهم الصف، هذا الشر دي ما هذا يمين زروال. وشكون الناس اللي طبعوه باش ما يكملش العهدة نتاعو؟ شكون هذه الناس اللي اليوم راهم يدافعوا عليهم؟ من هم يسعد ربراب؟ نعم رفضوا باش يخدموا، رفضوا باش يستثمروا، خلاو يعني في وقت من الأوقات، لأنه كاين ثغرات وكاين يعني اختلال في القانون تاع الاستثمار. أنا اليوم ما تخدمش تربح دراهم، ما تخرجهمش في اسم الجزائر، عندك دينار تخرجوا دينار، ودوكا من العام الجاي يقبضوك تبيع في الدوفيس برا في الزنقة، يديروا لك كيما مول الحليب. الناس اللي راهي تتكلموا منها، يعني القانون لازم يطبق وتكون صرامة في تطبيق القوانين على الجميع. إذا كان جنرال ماجور راه في السجن، جنرال ماجور يعني اللي أفنى حياته خدمة للجيش الجزائري، دار غلطات راه في السجن. كاين خونة لكن احنا ما نصنفوهمش كاع يعني كاين اللي دار أخطاء، كاين اللي غلط يعني، وماشي كاع كاين خطأ كما نقولوا كله. حنا اللي طاح في شهوات الدنيا بكل بساطة، وكاين اللي دخلوا في الخيانة العظمى، وما كاش بزاف اللي دخلوا في الخيانة العظمى. على كل حال اللي باعوهم اللي ما عندهمش تاريخ، كما أوغنون وهذه الأمور. أوغنون كي تسمعوا انت تقول هذا كان حاكم سيبي، يعني كان حاكم كاع المنبر يعني، ومازالوا يهضر في الكلام هذاك، ومازال مش شفتهم لي فيديو اللي بعت لك، واش راهم يروجوا الصفحات تاع المخزن بهذاك المخنت. ايه ماشي دوك، انا حبيت نولي الواحد. راهم طاحوا على هذيك نايمة صالحي وقال لك باللي خاينة، واش قالت هذيك؟ سبت الناس؟ ما سبتش الناس، تكلمت، القانون حكم عليها 6 شهور، ومن حقها يعني تستأنف وتدافع على روحها. كان القانون واضح وقال باللي مراد يدخل للسجن تدخل للسجن، احنا ما نشرحين نقولوا باللي لا لو سمحوا لها وخرجوا. لكن نديرو نقطة نظام، لازم القانون هذا يطبق على الجميع، لأنه السيد اللي قال لنا قهويين رانا ما شفناكمش هدرتوا عليه كاع، راهو سب كاع شعب الجزائر كاع بالمكونات تاعو. السيد اللي قال احنا ركعنا بوتفليقة ونحينا له الصوال وإكسترا، راك تتخيل لو كان يعني خرجت هذه نعيمة صالحي وتكلمت هذا الكلام يضربوها ب50 سنة سنة السجن. ولي سب الأمير عبد القادر، خرجوا كاع يدافعوا عليه، اللي سب الامير عبد القادر سمحوا له. علاه؟ لانه كاين تعرضت الناس لضغوطات، لانه كاين ناس تبتز مازال كاين. انا المطلب الوحيد اللي نطلبه من رئيس الجمهوريه ما يعطيني لا سكنه، ما نسحق منك والو، رجع عني زغماتي وزير العدل، هذا ما كان. والله ينعني لا زدت منديت منك حاجه، رجع عني زغماتي يا خويا فاسد، رانا قابلين به يسكر، احنا نفرغوا له باش يشرب، ما كاش مشكل. يا عمو احنا درنا على الامر هذا، الكل بمكيالين ما يمكنش وما لازمش يكون. حتى ولو يصراو تغيرات في سلك العدالة، العدالة هادو ماشي هابطين من الفردوس، فيهم بزاف ناس لي يعني داو درهم بزاف، تجرب امور خطيرة جدا. دونك التطهير في كاع المجالات الإخوة، دونك يقعدوا
يقعدوا الناس هكذا يتقلوا، ولكن القانون لازم يطبق على الجميع. اللي غلط انت غلط، انت خلص، انت غلط تخلص. كاش هادي الكيل بمكيالين، كما القضية تاع لي زانفلونسور تاع الشيطان هذوك. كيفاش انت تسكرو كي الشعب وتخرج هكذا؟ منظرش انا عصابة واحدة اخرى تخرج من السجن دير هكذاك، يعني من كشتي. وقلنا احنا اللي في البرمايج بتاع الغراف، احنا رانا بيناتنا هادي جدا كلمة حق تقال، ولكن كاين ناس مازالهم تاع ضغوطات وتاع رشوات وتاع شهوات وتاع كدا ودلعها وقال لي شنيا قادع وبدايا وانايا، كيما لي بيجا. وهذاك القاضي السيد ملغم الساعة والميكرو لداخل ويبتز في الغاشي ويدي في الدراهم وكدايا ويبدل في لي صافير، كيما كانت تدير مرت وسمو عبد اللي ولا قائد الدرك الوطني، يعني شر البالية ما يضحك اللي يسمى وسمو الغالي بالقصير غالي بقصير. وش كانت مرته تدير؟ كانت وكيل جمهورية، كاين الناس اللي خرجتهم من السجن. نعم هذاك يعني كان خربها، واحد الخربة كبيرة. هذاك جابوه لي كونينا في تيجر. ايه كلنا في السعيد بوتفليقة هو اللي داروا قاعد درك، مع انه كاين ناس يعني مستوى عالي جدا في الجدرمية، يعني صراحة كاين ناس ما تتخيلش يعني مستوى. هو كان كابيتان وقيل في جوية الحدود. لا لا ما نعرفوش، انا نعرفه وخدمت معاه كي كان كولونيل في الريجيونال تاع بليده، هذا ما كان كي كان هو كولونيل نظن، لأنه هو جاء مور مبروك بالله، يعني هو مبروك بالله أونسي يعني. سمعت خدم مع ناس اللي ما كانش يتنفس كاع، وكاين ناس يعني ما يبانش بين الإطارات تاع الدرك الوطني، يعني صراحة. كاين ناس مستوى عالي جدا. يا وكاين ناس كانت مرته تدخل وتخرج من الحبس، ناس يبيعوا الكيف بوندية على مافيا ويبتزوا الناس. دولة السراق لا كليبتوكراسي، كان حاكمها أو واحد في عبدو بلاد سمار يعرف، عبدو سمار يعرف مرت الغالي بالقصير بخرصة، بالك هو اسمها بخرصة. بالك جاب لها الفيت، بالك بعدها جاب لها فيت ولا جاب لها الامور تاعها. هذاك سيتان فويو هذاك. على كل حال تحير كيفاش مرته قدرت ترقد قدامه وتجيب معاه الدراري. والله عندها قلب يعني من حجر كبير. شتو كيفاش ولا في القنوات الصهيونيه دوك على المباشر. صح، ولكن وش هدر هذاك المقنط تاع ميرديزاد وحصري، او يهدر كيما كان يهدر بن حليمة وراني في الكوزينة وهاد الامور. أو قال لك المخابرات وهي وهذو الناس، يعني هو صاحبه دوك اجي كيشوط منا على 3 ايام 4 ايام يقول لكم اللي تخدم مع المخابرات، باسكو راه قالها باللي انت فوحه وسبها وكذا اكسترا. ايه انا درت لا كابتير تاعك، فهمت وما فهمتش، فهمت بلي تضحك عليه انا بالاعتداء الجنسي هذا. ايه قلت لك تعرض لاعتداء جنسي عادي جدا، يعني حاجة طبيعية ماهيش حاجة. لو كان واحد اللي نقوله جامي صرا له هذا الإشكال عادي، لكن الإنسان اللي متعود يعني صح، وش رأيك انت كمحلل على الطنطة هذا اللي صار هذا بالبيض مش وكله محلل، بالشوكة؟ الناس كاع شافت والسيد يضحك، غالي مهدي كان يضحك. وكذا كان المخابرات تجي تغتال هذا أمير بوخرس وغني مهدي يضحك، دونك ثاني غني مهدي يخدم مع هذيك المخابرات التصويرة تاعو اللي مزومية هذيك، كيفاش يضحك عليه وهو طايح في الأرض؟ يضحك عليه وهو طايح في الأرض، هو يضحك عليه وبعد كي ولا يجري ولا يضحك عليه. لا لا أنا يا ما شفتش هذا، وأنا شفت هذاك الموسطاش اللي كان مرلور لابس كوستيما ودير نواظر ويسقس من البعيد،
باش تشوف باللي كاين حتى أجهزة مخابرات دول واحدة أخرى بسعوة اللي منهم. بسعوة وش بيه حب يدي دراهم الأزياء قشود نو حب يدي شوية من الدراهم تاع محمد عبد الله اللي لموهم، اللي نظن أنه تتجاوز 300 ألف ولا 400 ألف أورو. بصح هذوك راح مشري انفيستاتهم هي كليتهم، ومن بعد كي ولا يفهم بعثت له السيد اللي راهو يمشي مع وليدها، الفيدور تاع وليدها اللي هو سمير. لا تيك توك كحلا دي باين قاعدين صح يعني خرقصني ميرو يعني درته مسرحية يعني مام دراري صغار وما يديروهاش يعني البيض تخنقو شفنا الرخص والطحين اي واحد يخنقك ويدير ماشي تجيب التليفون تبدا تفيلمي تروح ليه شي قلت ان انت تحارب عبلة وتحارب عنطر يعني شفنا كتر مرا وكان مرا دخلت فيه والله قررت تدخل فيه قطوي يخبش يقول لك مرعب باش نراه يا تياسي. مرعب قمايتي وكيما نقولوا على هذاك راه موش مرعب جنرالات ولكن واش راهو يهدر ويجبد في واحد الكوارط ويجوزهم في الصف حتى ما تمنوش هاد الامور ام حنا دوك نديرو لكم وثائق تاع المخزن بالطابع وكدايا بالانفورماسيون وكدايا وطبع له اللغم كيما اللغم اللي كلاه زيطوط قتل السيد دي بي تي قالك هذا كان دي بي تي وجبد لنا حتى تصويره في الطواليت حاشاكم يعني ما يحشم والو اما باش يبين لنا بلي شغل هذاك الليط واقي العنطر هذاك كان مصور فيه السيد دونك الناس هذو ما لازمش تامنوهم خلاص ولا تؤمن تامن تقول بالك هذه صح راه ما تقولش صح قاع ضربوا باكس ما تشوفوش قاع علاش راحوا لتيك توك افوتر افي بوركوا يسون بارتي سور تيك توك بور لي جون كي كوناس ان بو لي ريزو اي لا غرات باسكو دوكا تيك توك كل 1000 في 1000 في عندك 1 اورو زادو اوغمونتاو يعني اون في 1 اورو يعني 1 مليون دو في يعني دير حسابك كي دير 1000 في 1 اورو دير حسابك تطلع سيرتو كي تجيب سعيد لا بلوند وحورية لا جافال ونوال ايكا ووندر وومن وكارولين وهاد الامور وامير ديزا تاني دخل في التيو على جال هاد الامر وقاع دخلوا لتما باش يدو الدراهم تو سامبلومون هاك شت المرا في الانجليز عم بالها راهي في كاش حوش تعدل تعرش في الدار لتما ولي زونجلي باك لي زونجلي شغل الهورلوج محبوش العياط هكدايا دونك واش راكي ديري نتيا لابسة الدهب لابسة بيجوتري تاع الدهب وكدا يعني قاع لي زاسبي تاع واحد جيعان وشبع شوي في اللحم قدام لي تاع ما هادوك ما تقدريش تخرجي بهم بزاف في واحد المناطق هذاك الدهب جالي هالبوليس للدار باسكو يتعرش الكارولين وكارولين ها هم لي زانفلونسوز هادو انفلونسوز مؤثرين ويشوفوهم ناس يشوفوهم كبار يشوفوهم وناس ماري انا زوجين كي دي فاري بيكا طلع لهم سارة فريزو التونسية هاديك لي بوبوطام سارة فريزو كي افي براتيكمون توت لي كاف دو باري سيتي لا بي دبليو في سادير لو فانتازم دي رابور دو لا غروس افريكان Mais en blonde, en blanche quoi. Et donc Sarah Frizou, pour être entrée dans ce tuyau qui s'appelle la télé-réalité, elle a fait du kilométrage. Elle est passée du roman laborieusement pour arriver à faire les anges et tout ça. Et aujourd'hui, elle est millionnaire. Hein. Elle s'est mariée 5 fois. Tout ça, c'est du storytelling. Elle s'en fout, c'est pas ses maris. C'est des sextoys.
Elle vient, elle fait toute une histoire. Après, quand les gens ils vont se lasser du mec et que les audiences baissent, elle va divorcer, elle va créer tout un cinéma. Il m'a trompé, il m'a fait, je l'ai fait, l'autre il lui a fait. On a les adolescents attardés à Dr. les Français. Ou kif kif. Les gars, يتبع في الحياة تاع المرأة هذه يعني عندهم دي مليون دو فيو دونك البروجي واعر كيما خرجت لينا واحد المؤثرة قالها بابها لو كان تحبيني نحي التيك توك لو كان رحت لو كان بنيت لها فيلا باش نحي التيك توك خير يعني ولا تحبيني نحي التيك توك يعني كش ما بقى نورمالمون بنتك ما عندهاش تيك توك elle peut avoir des réseaux sociaux بصح ماشي تيك توك كيما هذاك اللي بعتو له التيك توك تاع مرتو في قسنطينة سيد ما عنده لا تيك توك لا والو بعتو له فيديو تاع مرتو تشطح في التيك توك طلع ذبحها وشعل فيها النار هادي من تيك توك دونك وين يكونوا الدراهم الناس قاعدة تتشبك هابو الحياة تاني هذاك هذاك المضروب هذاك المكسر من ظهره هذاك اللي طايح أخينا الرواي بيضة هذاك تاع ميلانو علاش دخل التيك توك علاش قام يحمو في البندير في تيك توك باسكو فيه دراهم تو سامبلومون من فيسبوك فيه دراهم بارتو كاين دراهم دونك هاد الناس ما عندهم حتى قضية وللأسف الشديد الناس تحب الرذيلة تحب الرذيلة تحب الرذيلة لا فريستراسيون بزاف أمور نقدروا نلتمسوا الأعداء للناس مي أ مومون دوني عاودوا يقولوا لا رياليتي نسمى ماشي مارشانديز سبا لا مارشانديز كونسوماسيون هكذا